ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفيديو جديد. بس قبل ما ابدا الفيديو، لو هيعجبكم الفيديو رجاء تعملوا لي لايك للفيديو، كمان اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي انا هعملها ان شاء الله. كل الناس بتحب فيديوهات المشتريات، وانا اول الناس اللي بحب فيديو المشتريات، وكمان لما بتكون الحاجه تستاهل ان الواحد يجيبها يعني ويعمل عنها فيديو. كل الناس سواء في مصر او حتى هنا عارفين محل ماذر كير اللي هو براند لهدوم الاطفال، قد ايه هو حاجته ممتازه جدا ومختلفه، والماتيريالز بتاعتها روعه جدا، وكمان غالي في مصر او هنا غالي، يعني مفيش جدال على الكلام ده. وبصراحه انا كنت بخش لاي مول وكنت بشوف، من عمري ما اشتريت بصراحه لبنتي منه، لان اي وقت ببقى بحب اشتري لها بتكون فعلا سعر القطعه غاليه، ويعني الاطفال باستمرار بيكبروا وبتجيبي كل شويه هدوم، فحرام ان انا اجيب حاجه هتبقى غاليه هتتلبس حتى لو سنه وفي النهايه مش هتنفع. لحد ما كنت في نفس الجوله لما كنت في الرص في مول الواحه، محل مازر كده اللي هناك كان عامل عروض جبارة ممتازة رهيبة، كان عامل عروض العشرة والعشرين والتلاتين والاربعين والخمسين ريال، كانت اغلى قطعة هناك موجودة بخمسين ريال، ما كانتش قطعة كتير يعني كانت قطعة قليلة، وكان منزل صيفي وكان منزل شتوي وكان منزل خريفي. انا بالنسبة لي الصيفي انا الحمد لله جبت البنت صيفي في الفترة اللي كان فيها تخفيضات، وكمان الشتوي انا في السيل الشتوي اللي فات جبت للبنت، فما كانش ناقصه غير كام حاجه خريفي، فبصراحه حبيت ان انا اجيب لها الحاجات دي. هوريكم انا جبت للبنت ايه والاسعار اللي موجوده هناك، فكملوا معايا الفيديو للاخر. اول حاجه جبتها لها الست اللي هو ثلاث تيشيرتات، دول خريفي، انا يعتبر اللي كان ناقصها من ضمن الحاجات هي الخريفي. انا بنتي مش كبيره، انا بنتي عمرها كله على بعض سنتين، بس انا حبيت اجيب لها حاجات مقاس من 3 ل 4 سنين عشان تكفيها السنه الجايه واللي بعدها، بما ان الحاجه كويسه والماتيريال بتاعتها كويسه. السيت ده كله على بعضه انا جايباه ب 30 ريال، يعني يعتبر ان التيشيرت الواحد وقف ب 10 ريال. الماتيريال حلو جدا جدا جدا، جبت لها 3 الوان، لقيت تشكيله كده وتنويع، حبيت ان انا اجيب لها زي ما قلت لكم مقاس من 3 ل 4 سنين، فكانت بصراحه بالنسبه لي حاجه حلوه جدا. وكنت منقيه لها تيشيرتات ثانيه، بس لما لقيت السيت ده لقيت يعني الوانه مقاربه للتيشيرتات اللي انا كنت جايبها لها، فسبت الحاجات اللي انا كنت جبتها لها الالوان المتشابهه وجبت لها بس الالوان اللي انا ما كنتش جايبها لها. فده اول سيت موجود منه هناك اشكال والوان، ده ب 30 ريال. تاني حاجه التيشيرت ده برده جايبه لها مقاس من 3 ل 4 سنين، جبته لها ب 10 ريال من ماذر كير، خامات قطن ممتازه وحاجه روعه. هو بصراحه لونه اغمق شويه، يعني هو لونه على كشمير، بس هي الاضاءه مش موضحه اللون بالظبط. سويت بانس ده عجبني شكله جدا ولونه والتفاصيل البسيطه اللي موجوده فيه سواء في الكمر او في الرجل من تحت، جبته له برده مقاس من 3 ل 4 سنين، وبرده ده لقيت سعره 10 ريال، فكان سعره بصراحه رائع جدا. هو لونه لون الفستق، بس برده الكاميرا مش مبينه قوي اللون، وخامته تحفه جدا. الحاجات اللي انا جايبها لها دي اللي هي الخريفي او حتى السويت بانس تنفع بالنسبه لها من اللي هي الشهر الاول اللي هو في بدايه الشتاء وفي نهايه الشتاء اخر شهر، ده اللي هو بنلبس فيه الاولاد خريفي، بيكونوا لسه مش هيلبسوا صيفي لو في نهايه الشتاء، او هيلبسوا شتوي في اول الصيف اللي هو الوقت اللي بيبقى لازم فيه الخريف، فالحاجات دي هتنفع قوي للخريف. موجود هناك عندهم حاجات شتوي ب 20 و 30 ريال، جواكيت اوفرولز، وموجود حاجات كتيره جدا تقدروا تجيبها لهم، وفساتين ب 20 و 30، بس طبعا عشان انا كنت جبت لها الحمد لله فدي كانت الحاجات بس اللي ناقصاني ليها. جبت لها كمان السويت بانس ده، بس ده مقاسه من سنتين لثلاثه مش من ثلاثه لاربعه، لان انا لقيت ان مقاس السنتين لثلاثه نفس مقاس ثلاثه لاربعه، لانه ما شاء الله كان مقاسه كبير، واصلا ما كانش فيه مقاس اكبر من كده، يعني ما كانش فيه اكبر من كده، وبرده ده انا جبته لها ب 10 ريال. واخر حاجه جبتها لها هو الكونفيرس ده، هو لونه غامق شويه، يعني هو لونه كشمير فاتح او روز غامق يعني، بس هي الاضاءه مش مبينه، وده برده كان سعره 10 ريال. لما لقيته بصراحه لقيت الماتيريال بتاعته حلوه جدا، جبت لها اكبر مقاس فيه عشان يقدر ينفعها، كان اكبر مقاس موجود هناك اللي هو 25 ونص، كان في مقاسات تانية بس كانت اقل، كان في مقاس 23 وكان في 24 وتقريبا 21 او 22، بس انا حبيت اجيب لها مقاس اكبر عشان يعني عشان انا كنت جايبه لها كذا حاجه دلوقتي، فقلت ده ينفعها مثلا السنه الجايه او حاجه زي كده.
ودي كانت اخر حاجة، ودي كانت جولتي والحاجات اللي انا جبتها من محل ماذر كير اللي موجود في مول الواحة اللي في الرست. انصحكم جدا ان انتوا تروحوا وتجيبوا من هناك، لان عاملين عروض قوية جدا جدا، ما اعتقدش ان العروض دي هتبقى موجودة تاني خلال السنة. وبس، شكرا وباي باي.